تاريخ كبير جدا لقناة النادي الأهلي على مدار 11 سنة في تغطية كل الأخبار وكل الموضوعات المتعلقة بكيان النادي الأهلي بشكل كامل في مختلف المجالات، سواء في المجال الاجتماعي والمجال الرياضي وكل ما يتعلق بالنادي الأهلي بشكل عام في الحقيقة. احنا مستمرين مع حضراتكم على مدار اليوم زي ما قلت لحضراتكم مع بداية الحلقة وفقرات متعددة. أول فقرة النهاردة فقرة حوارية مهمة ومميزة جدا مع نجمة من نجوم النادي الأهلي أو من نجمات النادي الأهلي واللي شاركت وساهمت في العديد والعديد من البطولات الكبيرة مع الفريق بالتحديد في سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي والمعتزلة حديثا، كابتن مي هشام. كابتن مي منورانا، ربنا يخليك، ده بنورك. أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. اعتزلتي ليه؟ والله يعني حاولت ان انا اكتفي بالمسيره لحد كده، بما ان انا محققه ومعلقه اخر حاجه وشايلين محققين العالم الكامله في كل البطولات كويس، فقلت ده اعتقد فينش يعني كويس والناس تفتكرني دايما وانا في احسن حاجه. ويعني جات لي منحه كنت مقدمه عليها في المانيا والحمد لله اتقبلت، منحة تدريب في الهاندبول برضو لان انا ماجستير دكتوراه برضو في نفس في الهاندبول، فقلت ان انا يعني لما قدمت اتقبلت فقلت تمام انا كده العلامه مظبوطه والاحساس مظبوط وربنا يعني مسهلها من عنده يعني. طيب هنتكلم بتفاصيل عن مسيرتك، لكن ذكرياتك بالتحديد مع قناه النادي الاهلي اول ما طلعت القناه، وهل انت كنت منتظره قناه خاصه بالنادي؟ وانت انا عارف ان عندك تاريخ كبير جدا مع كره اليد بالنادي الاهلي، كواليسك مع قناه النادي الاهلي كده. هو طبعا اهم حاجه يكفي ان احنا بعد كل موسم بنستنى اليوم اللي كل الفرقة هتيجي فيه القناة، هو بتحس ان هو زي اكستنشن للبيت يعني، عارف ليك هنا حتة ليك هنا حتة، فدي بتبقى حاجة كويسة جدا ان انت تحس ان، ودي حاجة بتميزنا عن اي نادي في مصر ان احنا لينا قناة اعتقد في افريقيا في الشرق الاوسط، في الشرق الاوسط كمان. انت السعودي كان عنده قناة في فترة وقفلت يعني، انا لو معلومة صح اكدوها لي يعني. لا مش عارفة بس الاهلي كان اول نادي في الحقيقة يكون عنده قناة رياضية، وده طبعا بالتالي انعكس علينا كرياضات اخرى غير القدم ان الناس تعرفنا يعني، انا الناس بتعرفني في الشارع بالزبط. ده هيعرفوني منين؟ هيعرفوني من القناة، فده كان دي كانت حاجة من الحاجات اللي فرقت معانا ان احنا بنتقدر من نادينا يعني. تقدير، ده تقدير كبير جدا. ده تقدير كبير جدا. انت ذكرياتك مع القناة كانت ايه؟ ذكريات احنا كل موسم بقى زي ما بقول لك، غير طبعا ان هم دايما معانا في الملعب، بيجوا التمارين يصورونا قبل كل بطولة مهمة أفريقية عربية، بيجوا يصورونا ويعملوا دايما فيديو عننا ولقاءات وصور، ودايما حتى الموقع كمان بينزل لنا حاجات، فكل يعني احنا بنحس فعلا بالظبط، فبنحس ان احنا لا موجودين والناس عارفانا، وزي ما قلت لك هو نوع من انواع التقدير القوي. هل قناة النادي الأهلي فرقت معاكم معنويا بالتحديد؟ جدا. ازاي؟ احكي لنا، احكي للجمهور النادي الاهلي. اعتقد انه لما تمشي في الشارع والناس تعرفك، لا لما الناس بتبقى سعيده أكبر إن طبعا انت دايما ان انت معروف يا برضو لعبت الكوره، الناس بتبقى عارفاهم وكده، اعتقد ان ده بيبقى معنويا دي حاجه بترفعنا، بتحس ان احنا لا بنعمل عليكم مسؤوليه، علينا مسؤوليه وعلينا في اهتمامات كمان من الشارع، سيبك برضو من الناس ومن الناس جوه النادي، لا الناس جوه النادي ده شيء مفروغ منه، يعني الناس جوه النادي عارفانا اوريدي، انما الناس بره كمان عارفه ان ده فرق برضو معايا في شغلي، ان الناس لا عارفاني وبيتكلموا معايا ويعني بيتابعوني، فدي حاجه طبعا من الحاجات اللي بتبقى فارقه جدا مع اي لعيب في اي رياضه اخرى مش متسلط عليها الضوء. لا النادي فتح لنا مجال كبير جدا ان احنا نحس ان احنا كويس يعني ناس مشهوره. طيب اكتر مباراه انت فاكراها ليكو في كرة اليد وقناة النادي الاهلي غطتها واحتفلتوا بعد المباراة دي ببطولة ما مثلا وانبسطتوا جدا بشكل عام باليوم يعني، كانت ايه؟ هما انا مش هتكلم بقى على اللي جوه النادي لان جوه النادي بيتغطى مليون المية اكيد، هتكلم في اللي بره النادي. في كاس مصر كان في الاستاد من ثلاث سنين، من سنتين،
كان في الاستاد وكان حصل زي يعني خلاف على البث وان النادي يذيع وكاميرا تخش وحاجات يعني مع الاتحاد يعني مش بس كان فارق معانا جدا ان نحس ان النادي واقف في ظهرنا طبعا طبعا ان هو بيذيع نهائي كاس مصر في الاستاد وفي جمهور كان في جمهور كبير طبعاً. جدا في وقتها فدي حاجه من الحاجات اللي كانت فارقه معانا جدا برده في ماتش تاني كان في نادي سبورتنج واتفاجئنا ان القناه معانا واحنا احنا ما عندناش خبر ومش مركزين طبعا في الجمهور لانه بيبقى فوق وفي الاخر لقينا القناه بتحتفل معانا بعد ما صورت الماتش وكان الماتش كان مأزم قوي وكان كان صعب جدا وكان مع سبورتنج على ارض سبورتنج هو الماتش صعب جدا وكنا خسرانين 2 في اخر 3 دقائق فرق 2 ليهم خسرانين والحمد لله ربنا قدرنا ان احنا في 3 دقائق عوضنا الجونين وكسبنا كمان بجون فكان مشاعر بقى مش قادره اقول لك يعني كبير. ولما لقينا القناه معانا قلت لهم انا غطت بالنسبه لكم حدث مهم زي ده ولحظه تاريخيه بالنسبه لكم ان انتوا كمان ترجعوا بالزبط. في دقيقتين ثلاثه في المباراه يمكن انا اللي كنت جايبه اخر جون فرق معايا قوي لا فرق معايا قوي حتى وانا بنزل وبغطي وبشوف في الحقيقه كنت بتفرج عليكي ما شاء الله حتى يعني. الناس اللي كانت معايا وانا بسجل معاهم وكده كان لايف كمان وانا بتكلم دي لقطات المباراه اللي قصدك عليها دي في الاستاد دي من الماتشات اللي كان فيها الخلاف زي ما قلت هي دي اللي كان قصدك عليها والحمد لله النادي قدر يوصل لحل مع الاتحاد وزعل الموضوع الماتش ده كان هترفع انت الكاس دلوقتي كان ده كان صعب جدا كان ماتش فعلا كان صعب. فكان مميز بالنسبه لكم ان يتم تسجيل لحظه تاريخيه زي دي بفوز ببطوله اي بطوله بيفوز بيها النادي الاهلي في اي لعبه بتبقى لحظه تاريخيه دايما لدرجه ان انا يعني عينيا دمعت ان انت قلت لهم انا بجد بشكركم ان انتم موجودين في يوم زي ده معانا فدي كانت من الحاجات اللي كانت قويه جدا جمهور النادي الاهلي دايما بيحضر في اي مباراه لاي لعبه هو ده جمهور النادي الاهلي في الحقيقه لازم نتطرق ليه يعني هو الاساس في كل شيء ودايما مساند وفي ظهر سواء النادي سواء قناته سواء الفرقه عايز اقول لك في لعيبه اعتزق يعني مش بس الفرقه ده في اولياء امور في الملعب زي ما انت شايف في ناس زمايلنا كانوا معانا في الفرقه وكانوا بره اول ما الماتش خلص كله نزل فمش بس جمهور ده في ناس برده يعني ثانيه من اللحظات القويه قناه النادي الاهلي ساهمت بشكل او باخر في الالعاب اللي ما كانتش واخده حقها شويه داخل النادي الاهلي فبالتالي خدت حقها شويه من خلال قناه النادي الاهلي وشويتين كمان شويتين ثلاثه انا عايز اقول لك كمان احنا انا اسمع من والدي انه ومن الجيل بتاعه بابا كان هو مدرب دلوقتي وكان لعيب في النادي العاب قوه وسبعالي كانوا دايما بيتجمعوا اللعيبه كلهم ويلعبوا من كل الالعاب باسكت فولي فعلا ف كوره خماسي في الملعب اللي ورا الجامعه بتاع فرقه الشمس بالظبط فهم دايما بيتجمعوا احنا كبرنا ما لقيناش ده انا بسمع طبعا بقى الحكايات دي لما في الكواليس بقى معاهم هم في اي مع اي حد من المدربين وكده وكابتن طاهر يعني مجموعه كبيره من العاب كتير جدا ومن السباحه فالنادي اعتقد ان القناه هي اللي عرفتنا على بعض يعني اعتقد ان انا لما اشوف زمايلي في كاراتيه في باسكت في فولي في العاب ثانيه في السباحه في تنس طاولة احنا بنعرف بعض فدي حاجه اعتقد ان احنا يعني احنا مجتمع النادي يعني احنا الناس احنا اللعيبه لازم نكون عارفين بعض لازم نبقى في كل احنا في كل حدث بنبقى مع بعض تقريبا في كل مناسبه للنادي كل مناسبه للقناه كل احتفاليه بنبقى موجودين دايما ومع بعض فدي بتبقى حاجه جميله جدا ان احنا نبقى عارفين بعض ونحيي بعض ونشجع بعض ونشير البوست بتاعت بعض يا جماعه ده فرقه كذا كسبت فرقه اعتقد ان دي حاجه من الحاجات اللي القناه كان ليها دور فيها جدا جدا ان احنا نعرف بعض طيب
السنة اللي فاتت ما شاء الله يعني حققتوا كل البطولات تقريبا 4 بطولات، وكان في احتفالية خاصة بيكوا هنا في القناة. قولي لي انطباعات اللاعبات اللي حضروا هنا في الاحتفالية كانت ايه؟ احنا بنيجي نهزر احنا بنيجي نحس ان هو لانه بيتكم نهزر ونقول بالظبط، بنقول بقى النوادر والحاجات اللي كنا بنعملها في بعض. عارف اكتر بيهم هم كانوا بيلعبوا لاخر دقيقة مع ان هم من جواهم عارفين ان هم خسرانين فعلا، خلاص الوقت مش هيسعفهم، بس بيلعبوا لاخر كوره والاخر دقيقه وبيحاولوا. اعتقد ده كان كفايه يعني، ولسه لسه عندهم حاجات تانية كتير جدا. كنت متوقع الانجاز ده؟ كنت متوقع طبعا. كابتن طارق محروس من الناس العلامات في الهاندبول، فمش مش بعيد مش مستبعده يعني. خالص ان هم بس كنت التوليفه مع بعض طبعا، كنت اول مره بصراحه ان انا اشوفهم مع بعض. لا كلهم انا بشوف طبعا زمايلي اللي في النادي وقد ايه كان ليهم دور في الدرجه الاولى طبعا، وقد ايه كانوا بيساهموا وبيشاركوا، قد ايه هم لعيبه جامدين. بس كان من يعني كان انجازهم كان هايل. الناس في الفرق الثانيه كمان ما شاء الله عليهم، ما شاء الله وقدامهم مستقبل كبير جدا فعلا يعني. وبالمناسبه احنا عندنا 5 لاعبين من منتخب الشباب ده في النادي الاهلي. عندنا في النادي الاهلي 5 من منتخب الشباب، منهم 4 كانوا اساسي في طه وكاستيلو. بالظبط نجوم كبار في الحقيقه. طيب عايز اسالك سؤال، هو موجود معايا هنا في الاسئله من خلال فريقنا فريق الاعداد، بيقول لنا ان الاسبوع ده كان في نهائي كاس العالم للانديه سيدات كره يد، وقدر فريق انجولي ان هو يفوز بالبطوله. اولا رايك ايه في كره اليد الانجوليه والتطور اللي هم افريقيا جامده جدا. افريقيا يمكن جامده، يمكن الجمهور مش واخد باله من الحته دي لانه بيركز شويه على كره القدم، ان افريقيا لسه في كره القدم. افريقيا في كره القدم يعني كيس او حاله في اليد حاجه ثانيه. احنا الفولي ما شاء الله البنات، انا بتكلم بقى بنات سيدات، الفولي في افريقيا الحمد لله عندنا بيحققوا وبياخدوا البطوله. فيمكن شويه الجمهور بيبقى، انا عارفه الجمهور بيبقى متحمس وطمعان في البطولات وخاصه افريقيا. لا احنا الموضوع صعب جسمانيا، هم اقوى مننا بكتير يعني حقيقة. احنا بنتفرج في بطوله افريقيا اللي فاتت الموسم قبل اللي فات في النادي كانت في النادي عندنا اللي كانت في النادي اللي كانوا شفت. كانوا بيلعبوا ماتش السوبر قبل البطوله. الفرقتين انجولا. الفرقتين انجولا فعلا. الفرقتين بيلعبوا انجولا، هم متطورين جدا في النادي. هم جامدين ومطورين جدا الرياضه، وهم عندهم سياسه كده ان اللعيبه ما تحترفش كمان، يلعبوا جوه البلد. وهنديهم كل اللي هم عايزينه، تجيب لهم احسن مدربين ويلعبوا. مش محتاجين. طب امتى نبقى زي انجولا؟ لو شاركنا كتير. احنا الموضوع مش بعيد، مش امكانيات، هي على قد ما هي مشاركه وممارسه. بالظبط، هي لعيبه 2 3 اللي بيبقوا محور اللعب. وقفنا دي، حاولنا مع دي، هتلاقي الماتش. احنا بالزبط. مش بعيد، احنا مهاريا جامدين. عندنا فكر. مدرسة مصر يعني، هبتدي اقول بقى مدرسة مصر، ان احنا خلاص على الخريطة الدولية احنا بقى لينا رانك. ده مدرب فعلا. مصري لا بقى دلوقتي مدرب ممكن يكون مصري ماسك منتخب عادي. عادي وهيحقق وهيجيب احسن حاجة وهيبقى حد متميز. احنا يعني الاتحاد بدأ يطبق السياسة دي، ودي حاجة كويسة جدا. احنا بقى لينا سعر بره كمان. طيب وانا بختم معاكي، عايز اسالك سؤالين بسرعه كده، سؤال متعلق بالنادي الاهلي نفسه وسؤال متعلق بقناه النادي الاهلي. ماشي. اولا المتعلق بالنادي الاهلي نفسه، الحياه جوه النادي الاهلي شكلها عامل ازاي؟ والعلاقه اللي ما بينكم وبين بعض في مختلف الالعاب، مع كمان المسؤولين في النادي الاهلي، مع الاعضاء، مع اي حاجه، احكي لي كده واحكي للناس العلاقه بتبقى عامله ازاي جوه النادي الاهلي. بص احنا لما بنروح شويه في المنتخب، لما كنا مثلا ما بنروحش النادي مثلا شهر او حاجه، نرجع مثلا نلاقي الدنيا تخش النادي كده من عند باب المعلمين، تحس النادي قاعد يعني. لا سبحان الله فعلا بحس ان هو في روح حلوه النادي يعني. قد ايه النادي كان وحشني يعني. وخاصه ليه ذكريات معانا من واحنا صغيرين. طيب سريعا، البرنامج اللي بتتابعيه دايما على قناه النادي الاهلي ده، اخر سؤال بسرعه قبل ما نطلع فاصل. العاب الصالات. العاب الصالات طبعا.
انا بشكرك شكرا جزيلا يا مي، نورتينا وشرفتينا، واكيد نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك القادمه ان شاء الله باذن الله. بنشكرك شكرا جزيلا. كان معانا في الفقره الحواريه الاولى كابتن مي هشام نجمه نجوم النادي الاهلي لكره اليد سيدات، واتكلمنا معاه في تفاصيل كتير جدا. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع وفقره حواريه اخرى مميزه جدا مع نجمه من نجوم وبطلات العالم في الكاراتيه جيانا فاروق. استنونا بعد الفاصل.